السائلة نام عيني تقول عندي شغالة ولم أؤدي عنها زكاة الفطر لمدة 6 سنوات جهلا مني، ولم أكن أعلم بأن زكاة الفطر تكون علي، وبعد أن علمت بذلك ماذا يتوجب علي الآن في 6 سنوات ماضية؟ صدقة الفطر إنما تكون على نفس الشخص، ويجوز أن يتحملها غيره عنه كالذي ينفق عليه ليخرج زكاة الفطر تبعا للنفقة، وإلا فالأصل أنها واجبة على نفس الشخص، على نفس المسلم. فهذه الشغالة تجب الزكاة عليها هي صدقة الفطر، إلا إذا أديتيها عنها فإنها تجزئ عنها، ليست واجبة عليك وإنما تجب عليها هي. فعليك أن تنبهيها، إذا لم تخرجي عنها فنبهيها أن تخرج عن نفسها، وإن أخرجت عنها قضاء فتجمعين صدقة الفطر عن عدة سنوات تخرجينها وتدفعينها للفقراء فيكون هذا قضاء ويكون هذا من الإحسان. نعم.